المؤلف رحمه الله قال: يتبعه في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. فالنعت تابع متم ما سبق لوسمه أو وسم ما به اعتلق، وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كمر بقوم كرما، وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقد ما قفوا، والنعت بمشتق كصعب وذرب وشبه كذا وذي والمنتسب، ونعته بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا، ومنحنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فقول أضم تصب، ونعته بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير، ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فلقه لا إذا اتلف، ونعت معمولي وحيدي معنى وعامل أتبع بغير استثناء، وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، واقطعوت بأن يكون معينا بدونها أو بعضها اقطع معنا، وارفعه نصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وبالنعت يقل. قال: التابع المشارك لما قبله في إعرابه الحاضر والمتجدد غير خبر. ويقول: التابع لا يمسه الإعراب إلا على سبيل التبعية. تقول: جاء زيد العاقل، العاقل تبع زيد في إعرابه الحاضر. غير إعراب زيد تقول: رأيت زيدا العاقل دارت معه، مرت بزيد العاقل. واضح؟ الحاضر غير خبر، الخبر يتبع المبتدأ في إعرابه الحاضر، لكن قد تدخل عليه إن فيختلف إعرابهما، ينتصب المبتدأ ويرتفع الخبر، أو تدخل عليه ما كان يبقى المبتدأ مرفوعا وينتصب الخبر. واضح؟ قال: يتبعه في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، هذه تتبع بالإعراب ما قبلها. إذا اجتمعت عندك كيف ترتبها؟ قال ابن بونة رحمه الله تعالى، العلامة ابن بونة النحوي صاحب الحمرار، يقول: النعت والبيان توكيد بدل ونسق ترتيبها كذا جعل. قدم النعت ثم التوكيد، النعت ثم البيان ثم التوكيد، النعت والبيان توكيد والبدل ثم عطف النسق. تقول: جاء الرجل العاقل أبو عبد الله نفسه أخوك وسعيد. قال: فالنعت بدأ بالنعت، قال: فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق. النعت يحدد متبوعه إما بشيء فيه أو بشيء فيما تعلق به. فتقول: جاء زيد العاقل وضحت زيدا بشيء فيه وهو العقل، أو جاء زيد العاقلة أمه، العاقلة حددت زيدا وعرفته بشيء فيه ما اعتلق به هي أمه، ويسمى نعتا سببيا. فالنعت التابع اللي ثم متم لا سبق باسمه أو وسم ما به اعتلق. الناس السببي يرفع ظاهرا بعده، ولكن في الحقيقة هو وضح زيدا، ليس زيدا المجنونة أمه، ليس زيدا المجنونة أمه. النعت يوضح نحو جاء زيد الخياط، النعت يخصص جاء رجل عاقل، النعت يكون للمدح استعاذت بالله الرحيم، يكون للذم من الشيطان الرجيم، يكون للترحم تصدق الفقير المسكين، يكون للتوكيد أمس الدابر لا يعود. معروف أنه أمس دابر لا يعود. واضح؟ قال: ومنها لا تتخذوا إلهين اثنين. قال: فالنعت تابع يفصل بين النعت والمنعوت بمعمول النعت، ذلك حشر علينا يسير، علينا معمول يسير، ويفصل بينهما بمعمول المنعوت. أكرم أعجبني ضربك الشديد، أعجبني ضربك زيدا الشديد، فصل بينهما بمعمول المنعوت، أعجبني ضربك زيدا الشديد
20 سنه يضربك وهو سيدنا المعمول يضربك وهو زيدا، يفصل بينهما بعامل المنعوت. زيدا يضرب الفاسق، يضرب عامل المنعوت، واضح؟ يفصل بينهما بمفسر عامل المنعوت. يعني امرؤ هلك ليس له ولد ولا اخت، يعني امرؤ فاعل بفعل لم يذكر يفسره هلك، التقدير ان هلك امرؤ هلك، وفصل بينهما ان امرؤ هلك، ان امرؤ هلك ليس له، جمله ليس له ولد صفه نعت لامرؤ، وفصل بينها بهلك، وهي مفسرة لعامل المنعوت وهو هلك الأولى، لأن أداة الشرط لا إلى الفعل، واضح؟ إذا قلت إن امرؤ هلك قيل لك عارفها، تقول إن امرؤ هلك، تقول إن شرطية، امرؤ فاعل بفعل محذوف، والتقدير هلك امرؤ هلك، واضح؟ كذلك وإن أحد من المشركين استجارك، تقول أحد فاعل، لأن أداة الشرط لا إليها فعل، لا تستطيع أن تعرفه مبتدأ، واضح؟ أنا قوله فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه او وسم ما به، ويعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا. النعت لا يفارق منعوته في النعت في التعريف والتنكير. تقول جاء زيد عاقل وجاء زيد العاقل، لا يقال جاء زيد عاقل ولا يقال جاء رجل العاقل، بل يعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كمر بقوم كرماء. قال رحمه الله وهو لدى التوحيد والتنكير، ولدى التوحيد كالفعل. فإن رفع ضميرا، فإن رفع ضمير المنعوت طابقه في كل شيء وسمي نعتا حقيقيا. تقول جاء رجل حسن رفع الضمير على رجل، وتقول جاء رجلان حسنان هما، وجاءت امرأة حسنة هي، وجاء رجال حسنون، وجاءت نساء حسنات، هذا يسمى نعتا حقيقيا، وهو كالفعل. إذا رفع ضمير ما قبله هو كالفعل وطابقه من كل شيء. وإذا رفع ظاهرا كان تأنيثه وتذكيره بحسب ذلك الظاهر، ويلتزم إفراده كالفعل. مر بك وجرد الفعل إذا ما أسند الاثنين أو جمع. تقول جاء رجل عاقل أبوه ورجل عاقل أخواه، لا تقول عاقلان، واضح؟ وتقول جاء رجل عاقلون إخوته، عاقلون مساعدوه، جاهز عاقل مساعده، ولا تقول عاقلون. وقعت في لغتي أكلون البراغيث، ومن أجاز هناك أجاز هنا. من أجاز أن تقول يحضران أخواك ويحضرون إخوتك، أجاز أن تقول هنا جاء رجل عاقلان أخواه وجاء رجل عاقلون إخوته. فهمت؟ نعم. صفة لو سمعه كل واحد. أنا قوله وهو لدى التوحيد والتذكير في التوحيد كالفعل، أي أنه يجرد من علامة التثنية والجر إذا رفع غير مفرد، وأنه يؤنث ويذكر حسب مرفوعه. فتقول جاء رجل عاقلة أخته، أنثه لأن مرفوعه مؤنث، وجاءت امرأة عاقل أبوها، واضح؟ نقول وهو لدى التوحيد والتذكير وسواهما، التوحيد سوى التوحيد، التثنية والجر، التنهيد التذكير كالفعل فقفوا ما قفوا، والتوحيد والتذكير سوى التذكير التنهيد فقفوا ما قفوا. كأنك سألته يا ابن استحسن سيبويه رحمه الله تعالى أن تجمع جمع تكسير رافع جمع تكسير. تقول مررت برجل قعود غلمانه، لا تقول قاعد. النعت رفع جمع تكسير اجمعه جمع تكسير، فهمت؟ وتقول مررت برجل مهرة صناعه، فإن رفع سالما أفردته. تقول مررت برجل ماهرة مساعداته، رفع جمع سلامة أفرده، واضح؟ ناقله ثم قال رحمه الله ونعت بمشتق. نعم يعرف لا يفارق ما قبله في العربي ابدا. بارك الله فيك. لا يفارق بهم. النعت نوعان، نعت حقيقي يطابق منعوته في 14، واحده من حركات الاعراب وهي 3، واحده من الافراد والتثنيه وجمع 3، واحده من التعريف والتنكير، واحده من التذكير والتانيث. تقول مررت
بزيد العاقل العاقل تبع زيدا في الإعراب وفي الإفراد وفي التعريف وفي التذكير. مرت بنساء عاقلات عاقلات وافقت نساء في الجمع وفي التأنيث وفي التنكير وفي الإعراب. هذا نعت حقيقي. والنعت السابي يتبع ما قبله في اثنين من خمسة اثنين من خمسة لا يفارقه أبدا في الإعراب والإعراب ثلاثة ولا يفارقه أبدا في التنكير والتعريف. تقول مررت برجل عاقلة أمه ومرت بزيد العاقل أبوه. أنا قوله رحم الله. ينعت بمشتق كصعب وذرب وشبه. ينعت بماذا؟ ينعت بمشتق وهو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وافعال التفضيل والصيغة المبالغة خمسة. تقول جاء رجل كريم وجاء رجل شراب وجاء رجل مضروب وجاء رجل أفضل من عمرو وجاء رجل حسن عمله صفة مشبهة. نعت بمشتق كصعب صفة مشبهة وذرب صفة مشبهة أعوذ بالله ذلك بالجساس فيه وشبهه شبهه شبه المشتق النسب شبه المشتق اسم الإشارة شبه المشتق الموصول. وكلها عند التحقيق ترجع إلى الاشتقاق. تقول مرات بالرجل هذا هذا أي المشار إليه المشار اسم مفعول. وتقول جاء الرجل الذي سافر أي المسافر. جاء رجل مكي منسوب إلى مكة اسم مفعول. وشبه كذا وذي والمنتسب أقرأ كذلك. ونعت بالجملة ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرة ومن هنا إيقاع ذات الطلب. ينعت بالجملة بشروط ثلاثة. شرط في المنعوت أن يكون نكرة. الجمل لا تنعت المعارف والجمل بعد المعارف أحوال ثلاث النكرات. وشرطين بشرط في المنعوت وشرطين في الجملة أن تكون خبرية أن تكون خبرية مشتملة على رابط وهو قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا. تقول مررت برجل يقرأ أبوه القرآن. جملة يقرأ أبوه القرآن محلها جر صفة لرجل. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يسعى محلها رفع صفة لرجل. والحضر ومنع هنا إيقاع ذات الطلب. عندما كنا في الخبر والمبتدا يخبر بالجملة الطلبية عن المبتدا على ضعف. تستطيع أن تقول زيد يضربه على ضعف. هنا لا يتسامح ولا يقبل لا ينعت بالجملة الإنشائية الطلبية. لا يقال جاء عبد بعتكه. تقصد إنشاء البيع من الآن لا يجوز. جاء رجل هل رأيته لا يجوز هذا. فإن وقع في كلام العرب ما ظاهر ذلك أضمن القول أضمن القول حتى تسلم القاعدة. قال حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بملق ماء مخلوط مع اللبن هل رأيت الذئب قط؟ الذئب لونه ليس واضحا الذئب فالماء كثر على اللبن حتى صار لونه غير واضح لم يعد لبنا ولا ماء. جاءوا بملق هل رأيت الذئب قط؟ التفضيل مقول فيه عند رؤيته هل رأيت الذئب قط؟ فهل رأيت الذئب قط؟ معمول لنعت مفرد حذف. أضحوا؟ لم أسمعك كلمة الإبهام. جاءوا بملق هل رأيت الذئب قط؟ قال ومنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فقولا أضم اقرأ. ينعت بالمصدر فالتزموا فيه الإفراد والتذكير. تقول جاء رجل عدل وامرأة عدل ورجلان عدل ورجال عدل وامرأتان عدل ونساء عدل فالتزموا الإفراد والتذكير. واضح؟ ونعت بمصدر كثيرة كثيرة وليس سماعيا وليس قياسيا لا يجوز لك لكن اسمعه من العربي. واضح؟ ونعت بمصدر كثيرة. قال بعضهم هو على حذف مضاف. جاء رجل عدل أي ذو عدل. جاءت امرأة عدل ذات عدل. جاء نساء عدل ذوات عدل. رجال عدل ذو عدل. ولكن الذي وقع أنك حذفت المضاف وأعطيت إعرابه للمضاف إليه أو أن الأمر على سبيل المبالغة كأنك جعلت الرجل نفسه هو العدل.